ايه بقى النهارده المتابعه للمباراه وهذا الفوز الكبير والغريب 4-2 بعد تقدم 4-3 معذره بعد تقدم 4-2 وظنينا ان المباراه 4-2 زي ما ظنينا ان المباراه انتهت 2 للاهلي زي ما ظنينا ان المباراه انتهت 3-2 للاهلي يعني نتيجه غريبه النهارده ودفاع الاهلي كان في غير يومه يا احمد. أنا أتفق مع حضرتك تماما وده اللي أكده حتى كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي، يعني ربما النادي الأهلي هجومه كان ظهر بالقوة الجيدة وأحرز 4 أهداف لكن دفاعه حارس مرمى محمد الشناوي يعني ما كانوش على المستوى فكان تم يعني منيا مرمى الأهلي ب3 أهداف يعني طبعا 3 أهداف يدخلوا في النادي الأهلي من فريق بحجم كامبالا سيتي طبعا جرس إنذار للنادي الأهلي قبل خوض مباريات دور الثمانية، مباراة كانت متقلبة ولكن خلينا نقول كان الأهم الفوز في هذه المباراة وزي ما حضرتك ذكرت اعتلاء صدارة المجموعة. حابب بس اوضح ان النادي الاهلي كده في قمة المجموعة برصيد 13 نقطة زي ما حضرتك يعني تفضلت وذكرت. الناس بتتكلم شوية عن مباريات النادي الاهلي في دور الثمانية، خلينا نقول ان قرعة البطولة الافريقية الجديدة هتكون القرعه يعني وتحديد مباريات دور الثمانيه هتكون يوم 3 سبتمبر القادم، النادي الاهلي هيلتقي بصفته كانه اول مجموعه، هيكون في قرعه وهيلتقي مع احد ثواني باقي المجموعات. يعني سريعا المجموعه الاولى النادي الاهلي المصري هو اول المجموعه والترجي التونسي هو ثاني المجموعه. المجموعة الثانية مازيمبي الكونغولي هو الأول وساق الصيف الجزائري هو الثاني، المجموعة الثالثة الوداد البيضاوي المغربي هو الأول وحورية كونكاري هو الثاني الغيني، والمجموعة الرابعة النجم الساحلي هو الأول وبريم رودي أوغوستو الأنغولي هو في المرتبة الثانية، وبالتالي النادي الأهلي يوم 3 سبتمبر هتتحدد قرعة البطولة، عنده فرصة لمقابلة وفاق الصيف أو حورية كونكاري الغيني أو بريم ريديو أوغوستو الأنغولي، وبالتالي النادي الأهلي هيقابل أحد هذه الثلاث الفرق. الذهاب هيكون يوم 14 سبتمبر خارج القاهرة، بينما العودة ودي فرصة وأفضلية للنادي الأهلي باعتلاه قمة مجموعته هيكون العودة في القاهرة يوم 21 سبتمبر. وبالتالي القرعه زي ما قلت لحضرتك هتكون يوم 3 لتحديد اللي هيقابل النادي الاهلي لان كان في حديث في السوشيال ميديا بخصوص هذا الشان. نعود لمباراه الاهلي زي ما قلت لحضرتك هي المباراه كانت غريبه جدا، يعني النادي الاهلي استطاع الفوز فيها برباعيه مقابل 3 أهداف، يعني فرنسي كارتيرون بعد المباراه اكد يعني ان ضغط المباريات اكيد كان ليه تاثير سلبي على اداء الفريق، وان كان يعني قال ان في العديد من الامور الايجابيه منها زي ما ذكرت احراز 4 أهداف وتطور الاداء الهجومي في الفريق، لكن في نفس الوقت قال ان في العديد من السلبيات هيتم دراستها والعمل عليها. اكيد اكد طبعا ان دخول مرمى النادي الاهلي 3 أهداف يعني امر مش سهل وهي يعني هيعمل مع جهازه الفني على تلافي مثل هذه الاخطاء، اكد طبعا ان هو يعني لسه لم يصل للمستوى الفني اللي بيأمله مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، وان كان قال ان ضغط المباريات مش مساعده هيحاول يستغل الفتره الراحه اللي تخوض لا يخوضها النادي الاهلي طبعا في اثناء توقف الدوري بسبب مباراه المنتخب مع النيجر، النادي الاهلي عنده على طول يوم الاحد مباراه الانتاج الحربي، عقد مباراه الانتاج هيكون في راحه هيقدر يستغل شويه هذه الراحه من اجل استشفاء بعض اللاعبين وكذلك معالجه بعض الاخطاء، وان كان طبعا هيغيب اللاعبين الدوليين عن هذا عن هذه الفتره عن النادي الاهلي. كارتيرون كمان اكد ان هو سعيد بدور مؤمن زكريا النهارده مع النادي الاهلي وقال ان مؤمن زكريا دور كارتيرون معاه هو دور فني فقط ما بيتكلمش معاه بخصوص تجديد تعاقده، واكد ان هو بينتظر من مؤمن زكريا يعني المزيد والمزيد في الفتره القادمه، كمان اكد حزنه على الاصابات اللي بتلاحق النادي الاهلي وان كان يعني شكر الجهاز الطبي ومدرب الاحمال وجميع القائمين في الفريق على دورهم ومجهودهم المبذول في الفتره الاخيره. كذلك محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره اكد يعني ان الفوز واحراز 4 أهداف ده امر ايجابي جدا للنادي الاهلي واستغلال الفرص اللي بتصل للنادي الاهلي، لكن قال ان في سلبيات كتيره ومش هيكشف السلبيات دي بل هنشتغل عليها الفتره القادمه، قال كمان سعيد باحراز صلاح محسن لهدفه الاول في البطوله الافريقيه وعوده مؤمن زكريا من جديد، قال ان في العديد من الامور الايجابيه ولكن كان الاهم هو الفوز واعتلاء قمه المجموعه وده كان هدف الاهلي منذ او هدف الجهاز الفني منذ قدومه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. خلينا نقول كمان صلاح محسن قال ان هو سعيد باول هدف افريقي يحرزه مع النادي الاهلي وقال ان كان الهدف او هدفه الاهم كان الفوز بالمباراه، قال ان هو لم يتوقع سيناريو المباراه والمباراه كانت غريبه يعني على حد تعبيره لكن قال ان الاهم كان الفوز واعتلاء صداره المجموعه، نفس القصه اللي قالها
نفس الكلام أزارو قال إن هو سعيد بإحرازه هدفين زي ما حضرتك ذكرت. أزارو وصل بأهدافه، يعني خلينا نقول هو فيه فعلا في المرتبة العاشرة في هدافي النادي الأهلي في البطولات الأفريقية يعني على مدار تاريخه، وخلينا نقول كمان هو ثاني هداف البطولة الأفريقية حاليا، عنده 6 أهداف في البطولة الأفريقية خلف مالونجو نيجيتا مهاجم مازيمبي الكونغولي اللي عنده 7 أهداف، وبالتالي أزارو هو ثاني هداف البطولة الأفريقية حاليا. قال إن هو سعيد بالهدفين، قال إن النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي بتستهلك بدنيا من توالي المباريات وإن مفيش راحة كافية، ولكن قال إن الأهم كانت النتيجة والتأهل، وتأهل كأول مجموعة، يعني قال إن دايما النتيجة هي اللي بتذكر، مش مهم الأداء في مثل هذه المباريات. خلينا نقول كمان يعني ان النهارده كان في شويه بعض الاصابات اللي اثرت اكيد على الفريق، يعني وسام عاشور جات له كدمه قويه في الظهر وتحمل على نفسه لاستكمال المباراه، يعني تواصلنا مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق لان يتم يعني اجراء زي إشاعة غدا لتحديد موقفه مع الفريق لمباراة الإنتاج، ويمكن أتوقع حسام عاشور يلحق بالمباراة، لكن هو إصابة السولية هي كانت طبعا الشغل الشاغل وخروجه من اللقاء ونزول أكرم توفيق بدل منه. السولية عنده شد في العضلة الضمة، هو كان لسه راجع من شد في الخلفية يعني شعر بثقل فيها، ثم جاء له شد في العضلة الضمة، يعني ده اللي خلاه يبكي أثناء خروجه على دكة البدلاء. يعني السولية أعتقد صعب إنه يلحق مباراة الإنتاج الحربي يوم الأحد، وأكيد حزين لأنه كان سيتواجد في معسكر المنتخب أحد الأسامي اللي كانت مطروحة بقوة للتواجد في المنتخب الفترة القادمة، وبالتالي برضو عمرو السولية هيجري أشعة غدا للإطمئنان على إصابته. يعني خلينا نقول أيضا كان في يعني النادي الأهلي النهاردة كان كل تركيزه هو الفوز باللقاء، لأن كان الأهم هو اعتلاء صدارة المجموعة، كمان الترجي التونسي ساعده كتير إن هو يعني تعادل، وبالتالي الأهلي هو بيعتلي صدارة المجموعة لأن كان كل تركيز الجهاز الفني للنادي الأهلي قبل المباراة واعتلاء صدارة المجموعة علشان يدي فرصة وأفضلية في مباراتي دور الثمانية أن تكون العودة في القاهرة. كان من الواضح طبعا في المباراة استمرار عزوف جماهير الأهلي عن التواجد في ملعب برج العرب، يعني رغم خروج محمد يوسف والفرنسي كارتيرون في أكثر من تصريح قبل المباراة بمناشدة ومطالبة جماهير النادي الأهلي بالتواجد، وأكد يعني كارتيرون أنا عارف إن في صعوبة لسفر الجماهير والتواجد في ملعب برج العرب، ولكن أكد يعني على ضرورة تواجد الجماهير، يعني كان في موافقة من الأمن على حضور حوالي 10,000، تم طباعة 7,000 تذكرة، يعني العدد اللي حضر المباراة لم يتجاوز 2,000، أكيد كان ليه تأثير طبعا سلبي على أداء النادي الأهلي، ولكن يعني طبعا جماهير النادي الأهلي بتوصل رسالة إن بتتمنى إن النادي الأهلي يخوض مبارياته الفترة القادمة في القاهرة، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي أكيد بيحتاجوا جمهورهم في مثل هذه المباريات ومثل هذه المباريات الصعبة. كارتيرون على طول منح لاعبي النادي الأهلي راحة لمدة 24 ساعة قبل لقاء الإنتاج الحربي يوم الأحد القادم، طبعا ضغط المباريات اللي بيعاني منه الأهلي دايما في الفترة الأخيرة. يعني وبخصوص كمان بقى الأخبار غير مباراة اليوم، خلينا نقول كمان إن الأهلي أعلن إن الجنوب أفريقي باقة في حالة عدم وصول عرض مادي مناسب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، باقة هيفضل يعني متبقي وباقي في قائمة الفريق، زي ما حضرتك عارف هو مقيد في القائمة المحلية والأفريقية. صن داونز يعني عرضه المالي توقف وما فيش شوية يعني محاولة لإرضاء الطرفين، وبالتالي فترة القيد كمان في جنوب أفريقيا بتنتهي بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي متبقي يومين فقط في حالة عدم وصول عرض مادي مناسب باقة هيكمل وسيستمر مع النادي الأهلي. ايضا كمان في برنامج تاهيل مكثف لميدو جابر، ميدو جابر اللي ما لحقش مباراه اليوم بسبب الاصابه، لكن يعني حتى كمان كارتيرون اتكلم ان ميدو جابر من العناصر المهمه وغيابه طبعا اثر عن اداء الاهلي النهارده وامام كامبالا سيتي، لكن ميدو جابر في محاولات للحاقه بمباراه الانتاج الحربي الاحد القادم في الدوري العام. بخصوص مباراه السوبر المصري السعودي، يعني الاهلي كان بينفي وصول اي مخاطبات رسميه لان بعض تحدث عن وصول مخاطبات رسميه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، لكن الاهلي نفى مثل هذه الامور. واخيرا يعني زي ما حضرتك تفضلت وفتحنا حلقه بخصوص لائحه النادي الاهلي وتم مناقشه هذه اللائحه في الحلقه الاخيره قبل اجازه عيد الاضحى المبارك، يعني خلينا نقول مجلس اداره النادي الاهلي باجتماع الامس كان من ضمن اهم القرارات التي اتخذها وتعديل 6 بنود في لائحه النادي الاهلي، من ضمنها بعض البنود اللي تم مناقشتها في حلقه برنامج كوره بلدنا استجابه لمجلس اداره النادي الاهلي لمناقشه تعديل لائحه النادي الاهلي، اللائحه اللي يعني
هيكون عنوانها ان اعضاء النادي الاهلي يقررون مستقبل النادي الاهلي. تم مد كمان تلقي الاقتراحات حتى يوم 9 سبتمبر قبل الدعوه او قبل يعني عقد الجمعيه العموميه يوم 27 الجمعيه العموميه غير العاديه يوم 27 سبتمبر القادم. شكرا جزيلا زميلي الاستاذ احمد السيد، وما زلت مستمر مع النادي الاهلي ولكن عندي انفرادين مهمين للغايه. خليني الاول